السلام عليكم اي تمين وعزن اكن وحفظ دار بالعالمين تمني غير ان شاء الله نهار هذه فيديو يا هذا نخدم مش ابوني قاتلي اشتراك الى الله يجزيكم بخير. واخر اخبار يجان دي مليليه وخفازم يعني بعد فتح مليليه ذي نجي نحاشت مهم مخصة السلم مهم وخصوصا التجار خصوصا المحلات من قام من خصنا ذينين وتمني غير ان شاء الله تفهم فيديو ارنكا خوتي خواتاتي خصكم تعرفوا واحد الحاجه بعد فتح مليليه خصكم تعرفوا واحد الحاجه مهم شنو كيوقع في مليليه. الله يجزيكم بخير. ولكن قبل ما تفرجوا في هذا الفيديو بغيتكم تزعونا اليوم بواحد ابوني الله يجزيكم بخير. بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا فينا الله يجزيكم بخير بغيتكم دير واحد ابوني الله يجزيكم بخير وما تنساوناش بتفعيل الجرس يلا الله يجزيكم بخير. ايتما سويتما يخسات السلم المحلات يجان دي مليليه تغت كنيش التجاره قبر ما تعزم مليليه تغت كنيش التجاره تبارك الله ايش التجاره رخوضات زنوزان رخوضات زنوزان عروض زنوزان تيسون تاوين مالطف يعني كلشي تمنزه قبر ما تعزم مليليه. ولكن تفاجئ المحلات يعني التجار غاتجي المحلات دي المعبر مليليه يعني تفاجئ نهارو ميفازم لاني تغتراجع لا تعزم مليليه باش تيوقع اجن التجاره اجن الاقتصادي تغيه هو دي مليليه تغتراجع باش يعقب باش دارنا الرواج اني اختو غايغاب عامين بعد اغلاق يعني تغادي نجو بلا تغي الثايا التاسخ التجار. ولكن نهارا التجار تفاجئ يفغس الشغروات بويا مني بالنسبة ساكنة مليلية نهارا ما لحوش نخوضها ماني تراحم تفغل غا المغرب ما لحوش المالطة ماني تراحم تحن غا المغرب حواج المهم أي حاجة تحوج أنت تراحن غا المغرب يعني النظر مش اسقال سحاب مليلية ترى غانس المغرب النظر كوني هني ثمانيس تفاجئ لاني تغوت راجل باش تعزم هذه وقع جنا على الرواج مغربي نتدفن ونهاري مغربيا باللعن خاسر ما مش غيقنا دادفن يعني نقرب زي سنا على الرواج خو نهار خوني هنا متراجع خوني هنا قال اش راه 15 دي 9 مرا عزم لا سنا مغربي نقذوني انت مراوي عزم انت يعني نشينا نبلع صافي نشين مالي وضن غير صفوخشا صراحة نش ديخشان تقرو مصري غير هذا وهذا يسيد زي مليلية قوة جيبو قاخ نشوها هذا يسيد زي ربعات المحالات لأن غالي الاتصال زي السانيتار مليلية غالي الاتصال لأن يا سيدي نشين يا سيدي مالا وهذا صنع عظيما يا مغربيا نشين قنبلع نشين صافي ماني واضي نغي الصفوخشا ما دريش لا ما تفاوت ما ذامان ما ضرفضر يعني كوندي تخصات يعني رسم رتب بنديس الخوني هنا وهذا سنع جيبو الحال مالايا يعني يثقى الجوارك لا المغربيه ولا الاسبانيا خوتي خواتاتي التجار اللي كاينين في مليليه تفاجئوا يعني قبل ما تفتح مليليه كانت الرواجه بعد الحمد لله كانت شويه كيبيع شويه ديال الخضره شويه ديال المالطا شويه ديال يعني المهم كانوا كيبيعوا شويه ولكن من نهار فتحات صراحة كلشي تقلب يعني بمرة لأن السكان مليلية منين بغاو يتقداو شي حاجة كيجيو هنايا الناظور ودابا التجار ديال مليلية دابا كيستناو نهار 15 شهر 9 يعني بقات له اليوم 6 في 9 يعني بقات له 9 أيام الإخوان 9 أيام كيستناو واش يحلوا المغاربة ولا ما يحلوش. الا ما يحلوش للمغاربه راه هما غيسدوا لحقاش هما دابا كي يعني غاديين في الخساره لان صراحه خساره للتجار والمحلات اللي كاينين في مليليه. وحنا بغينا كلشي يكون بخير وعلى خير. حنا بغينا المحلات ديال مليليه يوقفوا على رجليهم صراحه عامين ديال كورونا ومليليه كانت ساده على المغاربه ومعاناه ولكن هما كانوا كيطلبوا بفتح مليليه ومن نهار فتحت مليليه
كاملين عجبوا لهم الحال، ولكن في آخر المطاف كل شيء تقلب الإخوان، كل شيء تقلب. وحنا يا نطالب من الحكومة الإسبانية والحكومة المغربية باش يتفقوا على هذه التجارة، لأن التجارة ما زالت في المفاوضة. إسبانيا حتى هي بغات يفتحوا المكتب ديال الجمارك ويرجعوا ديك أيام التجارة والرواج. وصراحة جاني الاتصال اليوم على هاد المحلات، راه حتى هما صافي ساخطين على الوضعية، راه حتى هما بغاو يسدوا صافي، بغاو يسدوا صراحة. يعني استناو عامين وعامين دازت، فتحوا نهار 17 في شهر 5، ولكن لحد الآن ما زالت معاناة تستمر. مهم خوتي خواتاتي الله يحفظكم، بغيتكم اليوم تشجعوني، الله يجازيكم بخير، ديروا ابوني الله يجازيكم، كاينين بزاف ديال الاخوان المشاهدين المتابعين كيتفرجوا فينا الله يجازيهم بخير، ولكن ما كيديروش ابوني، ولكن بغيتكم اليوم ديروا ابوني الله يجازيكم بخير. نهار زوريه قم ابوني غيت ما دي السماء، اكني وحفظ صدى ربي العالمين، الله يجازيكم بخير، الله ينجحكم في هذه الدنيا والاخره. المهم الاخوان دواد الخبار يدوسين اخر اخبار اذا يدوسين مليلية، واتمنى ان شاء الله اتير التجارة، لان المغاربة ناضوريين كيستناو باش يدخلوا حتى هما، والله يجازيكم بخير. وبغينا الرسالة توصل الى الحكومة الاسبانية والمغربية، يشوفوا الحال لهاد التجار اللي كيعيش واحد المعاناة في مليلية. الله يجازيكم بخير، والتحية لكم. هذه ساميغوس اوترادياس.